أعزائي المشاهدين، وفي سهرة تحلى بيسعدنا إن احنا يكون معانا الفنان فاروق فلوكس. فاروق فلوكس تاريخ متعدد في المسرح، يمكن رصيده في المسرح بيتعدى 45 مسرحية، كان من أشهرها مسرحية سيدتي الجميلة وأيضا سنة مع الشغل اللذيذ وغيرها من الأعمال المسرحية الناجحة اللي كان ليها علامات في المسرح الكوميدي. أما بالنسبة للتلفزيون فله مسلسل لا ودموع في عيون وقحة وأخيرا الزيني وبركات. بيسعدنا النهاردة في سهرة تحلى أن يكون معنا الفنان فاروق فلوكس. فنان فاروق فلوكس، أهلا بيك في سهرة تحلى على شاشة القناة الفضائية المصرية. أهلا وسهلا. الحقيقة اسمك محيرني شوية. يا ترى فاروق فلوكس ده اسم فني؟ هو طبعا اسم فني، وبعدين ما أطلقش عليا في مرحلة الاحتراف، أطلق عليا في مرحلة الهواية. هو بداية أنا بديت هوايتي وأنا طالب في كلية الهندسة، وكنا طبعا يعني شباب وبنعمل أنشطة معسكرات وخلافه، فأطلق عليا هذا الاسم وعملت بيه درويش ومش درويش في معسكرات مرسى مطروح. فبعد ما خلصنا المعسكرات وراجعين في القطر، لقيت كل العساكر اللي كانوا في المنطقة محيطين بينا والناس اللي كانوا عايشين جنبنا في المعسكرات اللي جنبنا، أهلا يا أستاذ فلوكس، إزيك يا أستاذ فلوكس. رحت الكلية لقيت اللي بيقول لي فاروق فلوكس، بقيت اسمي متردد يعني. وبعدين طبعا أنا ما كنتش عارف معناه بالظبط يعني، بعدين لغاية ما في يوم أنا كنت بكلم، كان ليا زميل اسمه توحيد رامي ابن الشاعر الكبير المرحوم الأستاذ أحمد رامي، فبكلمه في البيت بالتليفون، فبقول له يا أستاذ، بقول له توحيد موجود من فضلك؟ قال لي هو مش موجود، هيجي بعد ساعة تقريبا. نقول له مين؟ قلت له من فضلك قول له فاروق فلوكس. قال لي أسامحيك عذرا، أنت اسمك فاروق فلوكس ولا فاروق فدوكس؟ قلت له لا أنا فلوكس، الفرق إيه؟ قال لي الفدوكس ده أحد أسماء الأسد اللي هو بالدال، فدوكس ودرغام وليس وسبع وهكذا يعني، لكن الفلوكس ده نبات. انت اسمك فلوكس؟ قلت له ايوه. قال لي ده نبات جميل بينمو في المياه وبيفرتح كده على وش المياه، اظن ده تجده تحت الكوبري الهزاز في جنينه الحيوانات. وانا عرفت المعنى يعني، فما تراجعتش قوي عنه يعني. طب لو قلت لحضرتك، حضرتك في الحديث قلت انك انت خريج هندسه، ازاي جت نقطه التحول انك انت سبت الهندسه واتجهت الى التمثيل؟ بصراحة أنا ما سبتش الهندسة ولا إنما أنا لما دخلت الهندسة كان كل مخي أن أطلع مهندس وأبقى مهندس ناجح يعني، كل تفكيري يعني وأنا في ثانوي عايز أبقى مهندس ميكانيكا ومهندس ميكانيكا ناجح. لكن لما دخلت الهندسة قعدت سنة والتانية وقامت قام العدوان الثلاثي، فرحت اشتركت مع الفدائيين ورحت بورسعيد مع مجموعة من شباب الجامعة الفدائيين في المرحلة دي، ورجعت من هناك محمل بقى بفكر جديد جدا. كنت لسه طبعا شاب صغير أخضر، لكن شفت بقى حياة تانية خالص. فرجعت قلت التفتح مش بس علم، ده التفتح حاجات كتير قوي، ثقافات مختلفة. المهم لما رجعت الكلية طلبوا مني انضم لفريق التمثيل، وأتذكر لما انضميت لفريق التمثيل أول دور مثلته المخرج شطب من الرواية. يا خبر. يعني لم يظهر الدور. وبعدين يعني أنا بقى أصريت أن أنا أمارس هواية التمثيل بعد كده، لأن كانت عجباني أول فكرة استهوتني ومثلت فعلا. وكان أول تمثيلية مثلتها كانت تمثيلية صامتة، تمثيل صامت كان اسمها خاتم سليمان، يعني آيتم كده لمدة تلت ساعة تقريبا بمثله لوحدي، وعلى ان انا اترجم حاجات كتير قوي يعني، اترجم ان انا طالب وبذاكر وتعبان وعندي بكره امتحان، وبعدين بنام وبحلم ان انا دخلت المطبخ مثلا اعمل صينيه سمك زي بانتومايم. بانتومايم بيور بانتومايم يعني. فالمهم الاستاذ ابو بكر عزت كان طالب في المعهد التمثيل وجاء اخرج لي العمل ده، او اخرج للكليه واختارني فعلا ان انا اعمل العمل ده، ونجحت نجاح باهر جدا على مسرح الاسبكيه في حفلة الكلية في الفترة دي. واكتشفت نفسي وانا على المسرح ان المسرح ده شيء جميل قوي وليه احترامه وليه قدسيته،
والناس فعلا بتقدر الفنان المسرح جدا، لان الناس اللي قاعده قدامي دي اذا كانوا 100 واحد يبقى 200 عين، اذا كانوا 1000 واحد يبقى 2000 عين، بص لي من كل الزوايا اللي في المسرح، فلازم امتحهم. فلما اجد اعجاب واجد تصفيق واجد نجاح معاهم، يبقى ال 200 او ال 2000 عين دول كانوا سعداء بيا جدا. فده كان شيء جميل عندي قوي. طب لو قلت لحضرتك انه تنوعت اعمالك الفنيه على المسرح، بدايه نقول يمكن الجمهور بدا يعرفك من ايه؟ من سيدتي الجميله؟ هو اصل المرحله اللي احنا طلعنا فيها الحقيقه، مرحله المسرح دي، احنا كنا اول فرقه قطاع خاص، انضميت لاول فرقه قطاع خاص تخرج بره القطاع العام، اللي هي فرقه الفنيين المتحدين. الفرقه دي قبل منها كان هو كل موجود في مصر، كان قبل كده المسرح القومي ده كان حكومي، وثم كان في مسرح اسماعيل ياسين ومسرح الريحاني والمسرح الحر، دول اللي كانوا موجودين. لما جم عملوا فرق التلفزيون المسرحيه، انا ما كانش امكاني ان انا انضم الفرقه دي، لان كنت مفروض ان انا مهندس مكلف، فكان صعب جدا ان انا اشتغل موظف بالتمثيل في مسارح الحكومه. فما كانش قدامي مخرج الا لما خرج الاستاذ سمير خفاجه وعمل فرقه سماها فرقه الفنانين المتحدين، وانضم ليها كثيرين من اللي كانوا موجودين في مسارح التلفزيون. امثال الاخ عادل امام والاخ سعيد صالح والاخ حسن مصطفى وكثيرين وكثيرات يعني، انضموا لفرقه الفنانين المتحدين، وانا انضميت ليهم. وبرضه بالمناسبه الاستاذ فؤاد المهندس استاذي وهو اللي ضمني للفرقه دي، واول روايه اشتغلت فيها كانت روايه اسمها حواء الساعه 12، وكان دوري اول ورقتين في الروايه، وبرضه اتشطبوا من المسرحيه. طب امتى الجمهور بدا يعرف فاروق فلوكس او اسم فاروق فلوكس؟ هو بقى فعلا بالتاكيد اول عمل ده بتاع سيدة الجميله، لانه كان لقى نجاح كبير قوي، ودي تعتبر محطه كبيره جدا في الفن في مصر، مسرحيه سيدة الجميله. ايوه. لانها اولا اول عمل درامي استعراضي موسيقي غنائي كامل من مجاميعه، والكمال لله وحده صحيح، لكن هي كانت كامله من ناحيه مظهر المسرح وقيمتها على المسرح. كل ممثل في دوره تماما. كل متوظف صح تماما. الحوار مؤكد 100% مظبوط. الدراما بتاعه العمل المسرحي ممتازه جدا، يعني ما فيهاش دفوهات، ما فيهاش نقط ضعف، تلاقي تسلسل فعلي للعمل. تلاقي الشخصيه اللي هي الشخصيه المحوريه اللي بيحصل فيها تغيير، شخصيه صدفه اللي كانت بتعملها مدام شبيكار، مرحلة تغييرها من بنت جوه حارة ونشالة إلى بنت جوه قصور وخلافه موجودة قدامك على المسرح، بتحصل مش من فراغ، مش تخرج من باب تخش من باب تطلع متغيرة. فده طبعا تطور درامي جيد جدا حصل في هذه المسرحية، من المسرحيات اللي تمتاز بحوار جيد جدا ومحترم جدا. هو عمل فني متكامل، زائد تعشية الأغاني فيها كانت متوظفة صح، متوظفة صح، من غير مش داخلة، مش دخيلة، مش مفروضة. انا اتعرفت بالعمل ده، ثم اسره على طول عملت فيلم اسمه الشجعان الثلاثه. وفي الشجعان الثلاثه كان اسمي فيه فلوكس، الشخصيه اللي كنت ممثلها كان اسمي فلوكس، وكانت مدام سهير البابلي كانت دائما تتردد في اسمي، تقول يا فلوكس انت واد يا فلوكس، كان اسمي بيتردد كتيره كتير، وخصوصا انها كانت شخصيه محببه لل يعني الجمهور، على اساس ان هو ولد صبي في قهوه بيلعب كوتشينه ويحب يتغلب ويحب يغلب ويحب مش عارف ايه، فايه نوعه شكله اونطري شويه، فده فلوكس، شكله فلوكس كده يعني. يعني تفتكر انه اسمك اتعرف من الفيلم مش من المسرحيه؟ لا يعني هو تردد مع الناس، وبعدين بقى يتكتب بعد كده في المسرحيات اسم فاروق فلوكس، حتى الناس بقت تقول هو فاروق فلوكس ولا فاروق فلوكس ولا ايه يعني، حتى فكنت دايما بصلح المعلومه دي للناس يعني. طب لو قلت لحضرتك برضو تاريخك الفني بيقول ان ليك وقفات، مثلا عملت اولاد علي بامبا، ويمكن دي مش مسجله عندنا في التلفزيون للاسف، ما تسجلتش. لكن ليك مثلا سنه مع الشغل اللذيذ، ودي بتعتبر وقفه تانية في المسرح، لو تكلمنا على المسرحيه دي. سنه مع الشغل اللذيذ، اولا دي اول مسرحيه في المسرح المصري المعاصر تقعد وتستمر على المسرح 3 سنوات. قبل كده كان اي يعني، عليك ان تتخيل حضرتك مسرحيه سيدة الجميله قعدت 3 اشهر و18 يوم. ده مده عرضها كله 3 اشهر و18 يوم. فسنه مع الشغل لذيذ اول مسرحيه تقعد 3 سنوات ب6 مواسم، وكان ليها صدى كبير قوي. ودي متاخده من مسرحيه اسمها كريتون العجيب، مسرحيه من مسرحيات
بتاعت شيريدان دي انجليزي، ومسرحيه جيده جدا لانها بتقول الظروف تغير الاحوال. ظروف الانسان لما تتغير بتغير الحال المحيط بيه. فهو في هنا شخصيه واحد شغال مفروض في اسره غنيه جدا، بيركبوا طياره بيطلعوا بيقعوا في المحيط، بيخشوا في جزيره فاضيه، كل العيله دي ما تعرفش تتصرف في حياتها، انما اللي بيعرف يتصرف في الحياه دي هو الشغال ده، وبناء عليه بقى هو حاكم الجزيره. بعدين انقذت هذه الباخره، الطائره انقذت بباخره انقذتهم ورجعوا تاني لبلدهم وعاشوا تاني حياتهم. فهل الشغال ده تاني هيرجع بقى الحاكم ولا هيرجع زي ما كان تاني؟ هي دي طبعا فكره جيده جدا بتاعت شريدان دي، وكانت معالجه جيده جدا من الاستاذ سيد بيري الله يرحمه، وكان هو المخرج بتاعها. المرفت في التليفون ان انا جاي حالا. مرفت يا مرفت يا خراشي، هو البيت هس هس كده ليه؟ لا دي حاجه تخوف قوي. يا ريتني جبتك معايا يا مامي. يا حسني ادي اخرة اللي ما يسمعش كلام امه. لا لا ده انا خايف قوي، ده انا كمان قربت خالص اخي. يا رب ما تجيش. سابوني بقى زنقوني في الركعه دي لوحدي، حرام والله. يا رب ما تغيب يا مرفت. يا رب ما تغيب يا مرفت. أنا إيه اللي جابني في الحتة المقطوعة دي لوحدي؟ دي مش مقطوعة وبس، دي مهربدة. أه والله مهربدة قوي، وحشة وحشة تخوي. أه والله تخوي، حتى ما فيهاش ولا راجل. ها والله وحياة ربنا يا ريت كنت قعدتي كده وقريتها. ما بدري مرفت كده تخليني استنى 3 ساعات وتقولي جاية حالا؟ والله يا مرفت غصب عني، مامي هي السبب. انت كل حاجة تقولي مامي، هو انا هتجوزك ولا هتجوز مامي؟ انا بسألك انت ايه اللي اخرني؟ اصل مامي خدت العربية الرولز رويز اللي كنت عايز اوصلكوا بيها المطار وتأخرت بيها في المحكمة. وايه اللي وداها المحكمة؟ الناس اصحاب الفيلا اللي قدامنا رفعوا عليها قضية طالبين منها تعويض قرش ساغ واحد. ليه؟ قالوا انها عضت الكلب بتاعهم. نعم. وعملت له عاهة مستجيمة. والله مش بعيد امك تعملها. انا قلت لها يا مامي بدل ما تتعبي نفسك وترهكيها عشان خاطر حتة قرش ساغ، يلا خلاصي واديهم 10 سنين. وقالت لك ايه؟ قالت لي اتنيل على عينك. وبعدين؟ اتنيلت. والمحكمة حكمت بايه؟ طلعت براءة. ازاي؟ طلع ما عندهمش كلب. ايوه كذاب. ليه؟ ما فيش حاجة من دي حصلت خالص. والله هو ده اللي حصل. ان شاء الله يا رب، حتى لو كنت بكذب قاعدة مع عمي سليمان بيه باباكي. بعد الشر على بابي. ان شاء الله امك جلبهار. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. طب وما رجعت من المحكمة ما خدتش العربية وجيت ليه؟ يوه زعلت بقى وخدت على خاطري وحلفت ما انا راكبها. وبعدين؟ جيت ماشي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ازاي الصحة مش كويسة والانجال مش طيبين والاطفال مش طيبين فيهم زي العادة؟ اطفال ايه وانجال ايه؟ ما هي مامي حفظتني كده. وقالت لما حد كبير يسلم عليك قول له كده. هو انت ما تعرفش تعمل حاجة من غير امك ابدا؟ ابدا. شوف وشك بخير، يبقى سلم على اللي خلفتك.
السلامه يا هنكي. باي شوشو. باي شوشو. سلم لي على امك. مرت. نعم. اللي انا هعمله دلوقتي اذا كان ممكن قولي ممكن، اذا كان مشي ممكن قولي مشي ممكن. واذا بقى اللي ممكن ومشي ممكن. ممكن كده اهو. ايه ده؟ بس كده؟ انت مش جاي معانا المطار؟ لا انا هستنى هنا. ليه؟ اصل مامي قالت لي ما ترجعش لوحدك عشان ما تتوهش. انت مش جاي لوحدك؟ يبقى ايه اللي هيتوهك؟ لا ما هتبعت اخويا الصغير عشان ياخدني. ليه؟ استنى بقى ايه؟ اعرف السكه وانا جاي بس. انما في الرجوع اخاف اتوه. طب اسيبك بقى يا شوشو. يا رب تتوه يا رب. هتوحشيني يا ميرفا تكون فواياش ان شاء الله. اللي التشانو ده اسمك ايه يا زينهم؟ ده هليكوبتر. ايه؟ هليكوبتر نص جنزير. ايه عملت ايه؟ عملت لك خدمه يا بيت عجبك قوي. ايه عملت ايه؟ خليت ست ميرفا تمضي جميع الجوابات وانت تدوم لك دلوقتي واخلص. طب ليه؟ يضع في البوست يا بيه. وايه اللي هضيعه؟ كمان ايه؟ طب ميرفت مضيتهم؟ بقولك ايه؟ نعم. ميرفت مضيتهم امتى؟ مع انك هتوقف معايا دلوقتي حالا في الركعه دي. لا ما انا مضيتهم بالنيابه عنها في الركعه دي. مش عارف اشكرك ازاي يا اسمك ايه يا زينهم؟ انا بحبك موت. البيع. ايوه ساعه البيع انا نازل بيهم ده. ما تنساش شامل قلت لك عليه. خد بالي من الست ميرفت قوي. قوي قوي. ده قوي قوي قوي. خلاص سابوني لوحدي. سابوني لوحدي خالص. ربنا معاك. ربنا معاك. يا رب اخويا ما يتاخرش. يا رب اخويا ما يتاخرش. انا بصراحه خايف قوي قوي قوي. شوكه عصمت. شوكه اخويا عصمت. لو قلت لحضرتك تنوعت أعمالك في المسرح يمكن رصيدك الفني في المسرح نقول كم مسرحية؟ أنا اللي أنا متذكره دلوقتي حوالي 45 مسرحية أشهرهم هو واحتراف. أشهرهم طبعا سيدة الجميلة وولد علي بامبا في رواية جميلة أو اسمها الملاك الأزرق على فكرة كانت بطولة أستاذ عبد المنعم مدبولي ومدام هدى سلطان ودي متسجلة في التلفزيون يا ريت نقدر نشوف منها جزء دي جميلة جدا ودي اللي هي الملاك الازرق اصلا بلو انجل المسرحيه العمل المعروف يعني عمل عالمي معروف اصلا وكان عندنا معمول بصوره جيده جدا ويا ريت نتمنى ان احنا نقدر نشوف المسرحيه دي وكمان في ولاد علي بامبا دي متاخده من الكرامازوف اخو كرامازوف و زهاء المدى وفي زياره انتهت متاخده عن الزياره وقصة الحي الغربي دي متاخدة برضو من الفيلم المشهور ده كان فيها قصة كبير قوي قصة الغربي دي يعني شو حضرتك لما اتعملت قصة الغربي دي على مسرح فنانين متحدين كان القصة اللي في هذه المسرحية على رأسه في الفترة دي طبعا الأخ عادل إمام والأخ سعيد صالح والأخ يونس شلبي والأخ حسن مصطفى والأخ حسن يوسف والأخت سهير البابلي والأخت لبلبة والله يرحمها ست نعيم وصفي وعبد الله فرغلي وانا واحمد زكي ومجموعه ارتست ضخمه جدا بتعمل مسرحيه واحده مجموعه الفنانين المصريين مجموعه وكانت مسرحيه طبعا والحقيقه هم كانوا ابطال يعني فوق المستوى العالي جدا الحقيقه يعني يا عم لانه
اما يظهر سبعطشي فقط بديك العمل اللي ده يا بعطشي فقط بديك العمل اللي ده يا بعطشي فقط بديك العمل اللي ده يا بعطشي بقى ده كلام يا ناس في واحد صاحب ملك يهد سلالم البيت ويبيعها ويسكر بتمنها حتى عليك اللي اقوى منك يا بعض الشيء